السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي الذكاء الصناعي ممكن يدخل في عملية التصميم. تمام، احنا ندخل له الداتا، هو يبدأ ان هو يحللها وبعد كده يوجد لنا بعض التصاميم. هنعمل لوج ان على الحساب، نحدد المنطقة، وبعد كده نقول له مثلا هنا هيبقى مباني، فيبدأ ان هو يعمل لك التصميم بشكل ده. مجرد ان انت تغير الابعاد كل اللي جوه هيتغير. تمام، وتقدر تقول مثلا عايز مطبخين في كل غرفة مثلا، أو حمامين في كل غرفة وهكذا. يعني تقدر تحط الكريتيريا بتاعتك وبعد كده هو يحللها ويديك مثلا التحليلات الخاصة بيه، الإنارة والطاقة والاستدامة والليد وهكذا. لو أنت عدلت أي حاجة مش مضطر إن أنت تدخل تعدل الحاجات اللي جوه، هو أوتوماتيك بيعدلها. غير أنت بس الشكل اللي بره وهو هيعيد التصميم وهيوريها لك 3D، مش 2D بس، لا 3D كمان. طبعا ده قريبا هتلاقيه موجود في الاوتوكاد وفي الريفت والاركيكاد، كل البرامج هتاخد نفس الفكرة دي. البرنامج اللي مش عامل كده الناس هتسيبه. الباركنج بقى هو اوتوماتيك بيقسم الباركنج جوه، لو انت عملت اي غرفة هو اوتوماتيك هيعدل الارقام ويعدل كل حاجة. واو، أوريك إن أنت تجربه لمدة 10 أيام. بعد ما تخلص تقدر إن أنت تحمل الملف ده بقى كPDF كأوتوكاد، تكمل التصميمات وهكذا. وبزاد إن هو بيعمل لك تقرير مفصل عن المشروع. طبعا الميزة ان كل الحاجات في الريل تايم بيطلع لك على طول التقرير، كل حاجة. هو بيوعد ان هيبقى فيه كولابريتيف ديزاين وهيبقى فيه تحليل لكل حاجة في الانرجي اناليسيز قريب. تقدر تعمل شير للديزاين بتاعك، تقدر الملف ده يتحول ل اي في سي، فتقدر تكمل شغل على الريفت او اي برنامج من برامج الباب. اتمنى الموقع يعجبكم، لو عندكم موقع حلو يا ريت تكتبوها لنا في الكومنتات.